الجسور بين الأرض المقدسة والمسيحيين في جميع أنحاء العالم هو ما يطلق على مرسلي الأرض المقدسة المنتشرين في 51 دولة ويمثلون ما مجموعه 63 مرسلية، ويقوم 101 من الإخوة الأصاغر بهذه المهمة. يمكن مقارنة مرسلي الأرض المقدسة بشكل عام بسفراء الأرض المقدسة، فهم إخوة أصاغر مسؤولون عن تشجيع وتعزيز المعرفة بهذه الأرض وطلب المساعدات من أجل الحراسة وتنظيم رحلات الحج ومرافقة الحجاج. هذه هي مهمتهم بشكل أساسي. لدى الرهبان مهمة واضحة جدا، التواصل مع أقاليم الرهبنة الفرنسيسكانية بغية الترويج للمعرفة بالأرض المقدسة بناء على مذكرة كنسية. هم يؤدون خدمتهم في الكنائس المحلية وفي الأبرشيات وفي مختلف المؤسسات الدينية للتواصل مع العالم الكاثوليكي وجذب الاهتمام بالأماكن المقدسة، كما يشجعون الحج ولمة الجمعة العظيمة التي اقترحها القديس بولس السادس لدعم الكنيسة في الأرض المقدسة. يعود تاريخ المرسليات إلى زمن بعيد، حيث أقيمت رسمياً بمرسوم من البابا مارتن الخامس عام 1421، ويرجع الفضل بتفعيل عمل المرسلين في الأزمنة الحديثة إلى البابا بولس السادس الذي أكد أن عملهم كان جديراً بالثناء فيما مضى، ويبدو أنه ما يزال صالحاً وفعالاً. يجتمع مرسلو الأرض المقدسة في القدس في 26 من تشرين الثاني حتى 2 من كانون الأول في المؤتمر الدولي الرابع ليناقش موضوع الرسالة الرعوية للحج، حسن الضيافة والذكرى والتبشير. المؤتمر الرابع مكرس لرسالة الحج الرعوية، لا سيما وأننا نسعى للتركيز على القدرة التبشيرية التي يتمتع بها مرسلو الأرض المقدسة خلال رحلات الحج. البابا فرانسيس هو من ألهمنا عندما نقل بمبادرة خاصة رعاية جميع مزارات الكنيسة من المجلس البابوي لرعوية المهاجرين والمهجرين إلى مجلس يشجع التبشير الجديد. البابا فرانسيس ومختلف البابوات رأوا في المزارات والحج ساحة جديدة لإعلان الإنجيل إلى الناس واكتشاف جذور الإيمان من جديد. أراد الأب مارسيلو أيضاً أن يشير إلى العدد الكبير من الحجاج الذين يزورون الأرض المقدسة في هذا الوقت. أنا هنا منذ 17 عاماً، وشهدنا في أوقات مختلفة زيادة في عدد الحجاج، وهذا العام كان استثنائياً، مما يحفزنا أكثر للتركيز على كيفية تحسين سبل استضافة الحجاج ومرافقتهم لجعل هذا الحج في الأرض المقدسة عملاً من أعمال التبشير بالإنجيل. إنه لأمر جيد أن لا يكون المسيحيون بمفردهم قادرين على المجيء إلى هنا ليعثروا على جذور إيمانهم ويعيشوا النعمة في الأماكن المقدسة ويقرأوا من خلال الجغرافيا ما هو الإنجيل الخامس. هذا ما قاله مدير مكتب التنسيق لمرسلي الأرض المقدسة.